أستاذ غسان بن جدة تحياتي، كيفك؟ الله يخليك، الحمد لله. يخلي لي إياك يا رب. أنا آسفة يمكن اتصلت في وقت غير مناسب، بس فيني آخذ من وقتك شوي؟ تفضلي. فيني آخذ من وقتك أستاذ غسان؟ تفضلي. تحياتي لك أول شيء. أنا يعني من زمان معجبة بأدائك وباللي عم تعمله للمقاومة والممانعة. أنا يعني أحييك، أحيي نضالك أستاذ غسان. الله يخليك. قناة الميادين قناة رائعة، أنا يعني كمان تابعها دائما. تخيلك، هذا من حسن ظنك. الله يخليك يا رب إلهي، شكرا لك، شكرا لك. أنا بدي أحكي لك شغلة. أنا من سوريا طبعا، بس أنا طبعا مالي مع الثورة، أنا مع سيادة الرئيس بشار الأسد ومع المقاومة ممانعة. فكنت حابة أنك ليش ما بتغطوا الأحداث بألمانيا؟ نحن بنساوي كثير فعاليات لسيادة الرئيس بشار الأسد. ما عندنا مراسل بألمانيا. ما عندكم مراسل بألمانيا؟ طب لازم تجيبوا، لأنه أنتم قناة كثير قوية، يعني لازم تقدروا تجيبوا يعني حدا يغطي الأشياء اللي بنساويها. والله ما بعرف، يعني احنا قناة يعني صغيرة ومتواضعة، وبعدين احنا امكانياتنا بصراحة محدودة. يعني اللي انت عم تقولي انه احنا قناة قوية، اذا من حسن ظنكم ولطفكم يعني، بس ما عندنا امكانيات. احنا نعين في كل عاصمة ومراسل فعلا، يعني بصدق. ايوه، يعني هو طبعا ما في شيء بيكون صغير الا بيكبر. يعني هلا انتم القناة لو كانت صغيرة بتكبر، وانت مجهوداتك، يعني انا كنت حابة اعرف شغلة صغيرة يعني، بس لو يعني هو ما له تحقيق يعني صحافي او شيء. انا يعني انا انسانة عادية سيد غسان. لا، لغاية الآن نحن ما بنعرف سبب خروجك من الجزيرة. ليش ما أعلنتوا على يعني علنا على الملأ؟ يعني شو السبب كان؟ يعني والله أنا يعني هذا سؤال شخصي، ما بيتعلق يعني إنه سؤال صحفي، لأني مالي صحفية. يعني واختلاف ما أرأيت في ذلك الوقت، واختلاف سياسي واستراتيجي ومهني عنوية كافية من دون تفصيل. يعني أيوة اختلاف استراتيجي وسياسي ومهني كده. أيوة. يعني هو يقولون عن يعني ما بعرف، أنا عم بقولك يعني يقولون، يعني أنا أدرس على فكرة صحافي، يعني أنا أدرس، لازلت أدرس صحافي، يعني يقولون لأنه سبب أنك متشيع وأنك متميل إلى المقاومة والممانعة. يعني هذا كان يعني أحد الأشخاص اللي قالوا هذا الموضوع، ما بعرف إذا كان هذا الموضوع صحيح ولا لا. هذا بساس النظر يا أختي العزيزة، لأن الأمر انتهى من زمان. نعم. يعني إحنا دخلنا في مشروع جديد ومختلف ومغاير تماما. نعم. أنا معني بالمشروع الجديد، لست معنية بالماضي بكل صراحة. يعني ماذا سيقولون مش معني كثير بالموضوع. نعم لا هم ولا غيرهم يعني. نعم، بس هلا انتوا لكم سيد غسان، لكم انتوا مقر بسوريا عم تغطوا الاحداث. انا ما عم شوف انه في تغطيه الاحداث بسوريا كثير، بقلب سوريا يعني. ميادين ما بتغطي بسوريا؟ في الميادين وفي تغطيات سورية. لا، ما في، مو كثير يعني، مو كثير. الجزيره اللي ما عندها مراسل تحت عم تكون عم تغطي كمان باللاذقيه، وعم تغطي يعني انتوا عندكم مراسل نظامي. احنا نشرة كاملة يومية سوريا. اي ساعة عم تنبثل؟ ما عم شوفها انا في دمشق، وعندنا مغاربتين في دمشق وفي لاذقية وفي حلب ومتنقلين. يعني ممكن وقتك ما عم يسمح لك تشوفي. يمكن وقتي ما عم يسمح. اي والله يمكن وقتي ما عم يسمح. يمكن وقتي ما عم يسمح. انا بتمنى لكم النجاح الدائم استاذ غسان بن جدة للمحطة تبعك يعني، وللمقاومة والممانعة. بس أنا عندي رسالة صغيرة من غفة سورية حبيبي عدالة، حابة أقول لك يلعن روحك، على روح بشار، على روح أنيسة، على روح المقاومة. عارف علي شلون؟ يا منافق، يا دجال، يا بعد ضميرك أنت كرمال بشار الأسد. أنت مالك إعلامي حر، أنت إنسان بعد ضميرك كرمال المصاري وكرمال حقدك الطائفي. هذا قيمتك يا غسان بن جدة، وانا اللي عم اقول لك يا هي حقيقتك. هي حقيقتك. عارف شلون؟ هي حقيقتك. انت انسان بلا ضمير، انت شايف الناس اللي عم تموت بسوريا ونازل عم تغطي وانت مع بشار الاسد. هي تكتب لك. انت بعد ما تنجح الثوره السوريه، انت في مزبله التاريخ يا غسان بن جدة. انت في مزبله التاريخ، انت وامثالك من الاعلاميين إلى مزبلة التاريخ. ستعودون إلى مزبلة التاريخ اللي أنتوا جيتوا منها،
انت عم تنزل عم تن حاجته لهون سكر.